مرحبا، كيف حالكم يا أعزائي؟ ماذا رسمنا في المرة السابقة؟ نعم، رسمنا مركبا رائعا، مركبا يستطيع أن يبحر في رحلة بحرية. ولكن لماذا ظهر المركب؟ هل تتساءلون مثلي عن ذلك؟ هيا ننطلق في حكايتنا معا. أصدقاؤنا شعروا بالسعادة لرؤيتهم البحر، وقالت السلحفاة: هيا اصعدوا جميعا للمركب، وسيكون من الجيد أن تربطوا هذا الحبل في صدفتي، وأنا سأقودكم لتشاهدوا البحر. وقال القرد: أنا سأربط لك الحبل. والسلحفاة أبحرت في البحر بالمركب الذي يركبه الأصدقاء، وصرخ جميع الأصدقاء: واو، حقا جميل وبراق جدا. هذه المرة سنرسم البحر. أولا سنرسم الطحالب التي في البحر. هكذا بخطوط ناعمة نرسم طحالب قصيرة وطويلة وأيضا عريضة. ونرسم في البحر هضبة، هضبة رملية. ثم بعد ذلك نرسم الموجات. لرسم الرمال بشكل واضح، قوموا بالنقر بألوان الشمس. ثم نلون الطحالب.
ونرسم هضبة أخرى، وفوقها نرسم نجم البحر وأصدافا أخرى. ثم نرسم ونلون الأسماك الصغيرة ببساطة. ونرسم منها أيضاً بشكل صغير جداً. لأننا رسمنا أسماكاً كثيرة، أصبح داخل البحر رائع جداً. وبعد ذلك نجهز الألوان المائية ونبلل الفرشاة بالماء. ثم سنلون الرمال أولاً. ونخلط قليلاً من اللون البرتقالي ثم نلون. وبعدها نغسل الفرشاة ثم نلون البحر الآن. Thank you.
وسنحاول استخدام كثير من الماء. ونخلط قليلاً من اللون البنفسجي. لون البحر بشكل رائع باللون الذي تحبون. نعم، هكذا انتهى كل شيء. كيف كانت محاضرة اليوم؟ قادت السلحفاة الأصدقاء وشاهدوا البحر. كنت سعيدة أيضاً حيث شاهد أصدقاؤنا الحيوانات البحر البراق. وأنتم يا أصدقائي، حاولوا الرسم بنفس مزاج الذهاب في رحلة بحرية. هل ستتطلعون للمرة القادمة أيضاً؟ إذن إلى اللقاء!